منصب المدير الرياضي. المدير الرياضي يعني برضه هبدأ كلامي بأن النادي الأهلي عليه مسؤولية كبيرة جدا تجاه الرياضة العربية والرياضة المصرية وقد والرياضة الأفريقية كمان من خلال تاريخه الكبير قوي اللي موجود. التاريخ ده بيحمل المسؤولين عنه باستمرار أن يبقى فيه مردود يتناسب مع حجمه ومع قيمته ومع إنجازاته، وبالتالي لابد أنك أنت دايما في المقابل باتجاه عكسي اللي هو المستقبل من وجهة نظري أمام التاريخ، أنك أنت تعمل الحاجة اللي تتناسب مع هذا الحجم حتى تستطيع أنك أنت يعني تواكب الأمور الحديثة اللي موجودة في الرياضة وبالتحديد في كرة القدم. وبالتالي عملية استحداث المناصب دي أعتقد أن النادي الأهلي رائد فيها جدا. وأنا أذكر هنا الكابتن صالح سليم الله يرحمه لما استحدث منصب مدير الكورة سنة 70. المنصب ده كان سبب في أن تبدأ الحياة الإدارية في الكرة المصرية من خلال هذا المنصب ومن خلال النادي الأهلي. طيب احنا طبعا هنمشي بالتفصيل النهارده في موضوعات كثيرة جدا تمام. وهنتطرق منها لتفاصيل هذا المنصب والفارق بينه وبين اختصاصات أخرى تمام. موجودة في النادي الأهلي عشان حضرتك توضح الصورة للسادة المشاهدين، الفارق بين هذه المهمة ومهمة مدير النشاط الرياضي والمدير الفني وأيضا مدير الكرة، وهنصل لها بالتفصيل. لكن كان مهم ان احنا طبعا نقدم لحضرتك التهنئة على تولي هذا المنصب كمدخل للحوار، وان حضرتك كلمتنا عن أهمية كمان التجربة لأن النادي الأهلي دائما سباق ورائد في تجاربه ومنها أكيد. استحداث هذه المهمة هنتكلم عن بعد ما أشار له هذا التقرير. التقرير أشار إلى أن الكابتن زيزو كان دائما أبدا عند حسن الظن، حسن ظن الجماهير المسؤولين في النادي الأهلي، زملاء النجوم واللاعبين وكل محبي وأعضاء وجماهير النادي الأهلي، لاعبا ومدربا وحتى في المواقف الصعبة لم تتردد يوما في قبول المهمة حتى في أوقات أو مراحل مؤقتة وانتقالية. نعم إيه؟ لا ده أنا بعتبر واجب علي تجاه اللي أنا قلت كله عن النادي الأهلي. واحنا اولاد النادي الاهلي تربينا في عهد في فتره كانت حته الاحترافيه هي العطاء من وجهه نظرنا، فده بالنسبه لي ما بقاش فيه تفكير بمعنى انك انت بتحط نفسك في كفه ومصلحتك في كفه والنادي الاهلي في كفه، دايما كفه النادي الاهلي بالنسبه لي انا على الاقل شخصيا ودي موجوده في كثير من ابناء النادي الاهلي بتبقى دايما لصالح النادي، فبنعتبرها نوع من انواع الواجبات فبنرفضش. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المنصب ده بالتحديد منصب جديد وهو مش جديد، هو دي علينا احنا انما مش جديد بره، احنا تابعين دايما لان الناس سابقيننا بره، فالصعوبه بتاعته بتكمن في انه من السهل جدا انك تعمل خلط، يعني زي ما انا حسيت كده ان حضرتك محضر سؤال كده، خلط ما بين بعض المهام الاخرى، ان ممكن الناس ما تبقاش عارفه ايه الفارق بين بالظبط المهام دي بالزبط. او هل هي متشابهه او متشابكه ولا لا. انما هو النهارده لما تيجي تفكر في الكره الحديثه النهارده اصبحت دخل فيها ادارات كثيره جدا، بقى فيها استثمار، بقى فيها تجاره، بقى فيها تعاقدات، بقى فيها امور كثيره، رعاه، بقى فيها اموال كبيره جدا، بقى فيها بيع وشراء، بقى فيها صناعات وصلت يمكن ل 40 صناعه او 42 صناعه، بقت بتمثل دخل قومي لبعض الدول، لمعظم الدول اللي هي المتقدمه جدا تكنولوجيا حتى وعلميا، يعني هي بتمثل مثلا الدخل الثالث تقريبا بعد صناعه السينما والسيارات في امريكا اللي هي اكبر دوله في العالم. فانا اقصد بكده ايه؟ ان ده امر اصبح طبيعي النهارده انك انت تسعى للمواكبه، فالمواكبه دي بتبدا بكره القدم. العمليات دايما في الاول بتبقى صعبه، هي محتاجه مقومات معينه، محتاجه خبرات كبيره جدا، يعني ما كانش ينفع مثلا انك انت تجيب حد، ما بتكلمش عن نفسي، ما ينفعش تجيب اي حد حتى لو كان لاعب كوره يمسك حاجه زي دي، منصب زي ده. ليه؟ لان ازاي تفرق وتفصل ما بين الخبرات الكبيره اللي انت اكتسبتها في حياتك سواء علميه او تطبيقيه، سواء فنيه او اداريه، بحيث ان انت في الاخر خالص توظفها لخدمه هذا المكان. وخدمه الاهداف بتاعته، الاهداف بتاعته صعبه لان في متشعبه ومتعدده، يعني في اهداف تشغيليه اللي هي خاصه بالوقت الحالي اللي احنا بنمر بيه، في اهداف استراتيجيه للمستقبل،
الاهداف الاستراتيجيه دي بعيده المدى شويه، يعني بعدها 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وهي 5 سنين تبقى مناسبه للكلام ده. وطبعا كل ده هنطرح عنه تساؤلات بالتفصيل، لان عندنا كمان تقرير مصور عن تولي منصب ومهمه المدير الرياضي. ولذلك هي بتيجي قيمه بقى الادارات الاخرى اللي تم النهارده او بيتم الاستعانه بها، زي اداره التسويق، اداره الاستثمار، اداره التعاقدات، كل دي ادارات النهارده اصبحت كلها في الاخر خالص بما فيهم المدير الرياضي، كلها بتخدم فريق اصبحت كورة. حسب كلام حضرتك ضرورات داخل اصبحت يعني ضرورات تطوير اليه كره ما هو مدير الرياضي مش هيفهم في التعاقد زي ما بيفهم في نواحي فنيه، مش هيفهم مثلا في التسويق زي ما بيفهم في، ممكن يكون عنده علم بالشيء انما مش كل شيء، مش بتخصص. ولذلك النهارده هي كل الادارات دي المفروض ان بيحصل تعامل ولمس معاها، بحيث انها كلها بتخدم في الاخر، كلنا بنخدم في الاخر فريق الكوره. ازاي فريق الكوره ده يبقى في احسن حاله؟ لان فريق الكوره ده ليه قيمه سوقيه، القيمه السوقيه دي من خلال الادارات ديت بنبتدي نوظف، كل اداره بتوظف الجهد بتاعها والعلم بتاعها والفكر بتاعها عشان تخدم فرقه الكوره. فمن هنا عمليه البيع والشراء والاعاره والتصعيد والكلام ده كله بيدور في دايره كل الادارات دي بتبقى مسؤوله عنها، ولكن عمليه التنسيق غالبا بتبقى عند المدير الرياضي. فالمدير الرياضي هنا لابد ان يكون ملم بكل الامور دي، يكون عنده قناعه في فكر الاخرين خاصه في الجوانب الاخرى او المجالات الاخرى اللي هي خاصه بعلوم اخرى في الرياضه. زي ايه يا كابتن زيزو؟ زي التسويق مثلا. التسويق النهارده انا ممكن جدا يبقى ليا دور كمدير رياضي كويس في ايه، عمليه ايه، تقييم فني مثلا لبعض اللاعبين اللي نقدر نستغنى عنهم، ازاي انك تعمل تنظيم لعمليه الاحلال والتجديد، مع خلي بالك مع الاحترام الكامل لوجود مدير فني ومدير اداري، انما العمليه انا بتكلم على الاهداف الاستراتيجيه واهداف تشغيليه قريبه. يعني هنا حضرتك بتؤكد انه ما فيش تداخل او تشابك او تكرار او ازدواجيه لاختصاصات مدير الكره، المدير الرياضي، المدير الفني، مدير النشاط، كل ده في توزيع اختصاصات سليم على كل اصحاب المناصب. 100% 100%. وبدليل اللي حصل الشهر اللي فات، احنا الشهر اللي فات بعنا لعيبه واشترينا لعيبه وعارنا لعيبه وصعدنا لعيبه، عملنا الاربع حاجات بالرغم ان كان وقت ضيق جدا سواء للمجلس اداره او مثلا لينا احنا او ليا انا بالتحديد كمدير رياضي لسه جديد بقالي شهر مثلا او شهر ونص. هنا التنسيق تم ما بين مين؟ ما بين جميع الجهات، من خلال مثلا تعاون لجنه الكوره اللي انا احد ممثليها مع الكابتن محمود والكابتن علاء عبد الصادق، من خلال وجودي انا كمدير رياضي الدور بتاعي، من خلال التنسيق مع الكابتن حسام البدري كمدير فني، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير اداري، مع الكابتن عمرو ابو المجد في عمليه تصعيد او عمليه اعاره كمدير ناشئين. كل الامور دي ما بتتمش الا من خلال هذا العمل الجماعي. ولذلك انت دلوقتي بدات تكون فريق عمل، فريق عمل غير فريق كوره، فريق العمل ده بيخدم العمليه. في وجهات نظر بقى بتتقال، بس وجهه النظر الفنيه وده راي شخصي وراي انا متاكد منه 100%، القيمه في عمليه التقييم الفني هي اللي بتجيب فلوس. ولذلك يمكن في تساؤلات عند بعض الناس احيانا، يقول لك المدير الفني ده اللي بياخد له 100,000 استرليني في الاسبوع ياخدهم ليه؟ من ضمن الاسباب الرئيسيه ان عينيه لما بتختار لعيب او عنصر معين بيمثل الفريق، هذا العنصر عباره عن سلعه بيمثل قيمه سوقيه للنادي. لما فالتعاقد معاه بيفيد النادي، بيفيد فنيا النادي في مرحله وبعدها تسويقيا. فالمدير الفني ده من خلال رؤيته الفنيه بيقدر يجيب لك لعيب يكسبك فلوس ويكسبك بطولات تجيب لك فلوس، وبالتالي هنا القيمه عمليه التقييم الفني مهمه قوي. فلما يبقى في تقييم فني متعدد من مدير فني يعني المفروض ان هو المسؤول عن الفريق، مع مدير رياضي عنده خبرات سابقه، ما بتكلمش عن نفسي برضه، انا بتكلم عن المنصب، حضرتك بتتكلم بشكل عام على مهام المنصب، مع مدير اداري مثلا زي سيد عبد الحفيظ مثلا برضه كان لعيب كوره، مع لجنه فنيه برأسها نجم كبير زي الكابتن محمود خطيب ونجم كبير زي كابتن علاء عبد الصادق، لجنه الكوره، لجنه الكوره، مع مثلا مدير تعاقدات زي مثلا المهندس عادل القيعي، مع تسويق زي عصام، زي انا اقصد ايه، التجمع ده مع بعضيه كفريق بتبص تلاقي في امور بتبقى صعبه جدا وفي وقت ضيق جدا ومحتاجه قرارات صعبه جدا في وقت محدد، فازاي انك انت تعمل التوليفه وتعمل القرارات في هذا التوقيت، في هذا التوقيت وتجيب النتائج المتوقعه والمرجوه فنيا بالزبط وماليا.